يقول السائل: اشترت زوجتي ذهبا ليلة زواجها بمبلغ وقدره 30,000 ريال، وكان القصد منه اللبس والزينة، فهل يلزمها زكاة؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحلي المعد للاستعمال ليس عليه زكاة، لأنه لم يعد للنمى والتجارة، وإنما أعد لللبس، فهو مثل المساكن والملابس والمراكب التي يركبها الإنسان لحاجته، ليس فيه زكاة. هذا هو قول جمهور أهل العلم. ومن أرادت أن تزكي حليها من باب الاحتياط فلا بأس بذلك.